هذا أول بحث في النكاح حول موضوع الخطبة وترشيح البراءة والنظر إليها هل يجوز أو لا، وهل يشترط الولي والشاهدين إلى آخره. فتعني تكون الأسئلة إلا حول هذا الموضوع. إيش من ولي مهدر؟ كل واحد يفتح صفحات 441 اشتودن جدوس دروس قبل هكذا. الكتاب الثامن كتاب النكاح، الفصل الأول الزواج وأحكامه. الزواج وأحكامه يشرع لمن استطاع الباء، أي من كان قادرا على الزواج فيشرع له أن يتزوج، إما على جهة الوجوبة وعلى جهة الندبة وعلى جهة السنة. لكن إذا كان قد خاشية أنه يدخل في المعصية إذا لم يتزوج فسيزني، فالزواج قد وجب عليه وجوب. النكاح قد يكون واجب وقد يكون مندوب وقد يكون محرم، لكن متى يكون واجب؟ إذا كان الشخص قد عرف من نفسه أنه إذا لم يتزوج فسيدخل في المحظور وهو الزنا، فنقول ما لا يتم ترك المحرم إلا به يكون واجب. بقينا مسألة التبطل، هل يجوز للإنسان أن يتبطل مثل ما النصارى حينما يتبطلوا القسيسين والرهبان من المسيحيين يتقربون إلى الله بعدم الزواج، والراهبات المسيحيات يتقربن إلى الله بعدم الزواج ويجعلن ذلك طاعة. الكاثوليكيين المسيحيين في أوروبا لا يتزوج القسيس ولا تتزوج الراهبة، يتقربون إلى الله بأشياء ورهبانية ما كتبها الله عليهم، وإنما هم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. من جملة عقائد النصارى أن عيسى ابن مريم ابن الله، مع أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن عقيدة المسيحيين أن من يريد أن يترهب أنه يترك الزواج، من أراد أن يتأهب فليريد. فجاء الدين الإسلامي وقال أنه لا ينبغي للإنسان أن يترحب، يتزوج وينهو ويعمل كل شيء، يصوم يوم ويفطر يوم، يصلي التطوعات ويترك التطوعات، يتزوج أو لا يتزوج كل سواء الشريعة السامحة. وقد جاء في ترجمة العلامة الباقلاني من علماء الأشعرية في القرن الرابع من الهجرة في مدينة بغداد أن الخليفة العباسي أرسله سفيرا إلى ملك الروم، فقيل ملك الروم أن هذا السفير الذي الرسول الذي سيصل إلى عندك هو من علماء الدين الإسلامي، فتأهب له وأرسل للقسيسين والرهبان بأن يحضروا. فكان منه من العلامة هذا الذي وصل إلى بلاد الروم، قابل القسيسين والرهبان وكان يتعمد أن يقول لكل واحد: كيف صحتك؟ كيف صحت زوجتك؟ كيف صحت أولادك؟ وهم يقولوا لا لا غلط، ما هو قال قسيس، هو قسيس ورائب، الرائب ليس له ولد ولا له زوجة، لأن احنا ننزهه عن يتخذ له ولد
لأنه شهوات النساء والبنين، هذا شهوات بشاتم. قال ما قال عيب، قالوا نعم، قال سكرتكم أمهاتكم أن تنزعوا القسيسين والرهبان ولا تنزعوا الله سبحانه وتعالى، بل تزعموا أنه اتخذ ولدا، فتقولوا عيسى ابن مريم أنه ابن الإله. فسكتوا. قال القيصر ملك الروم ماذا يقول العربي؟ ترجموا لي بما قال. قال أجيبوا عنه، فلم يتبكروا ولم يستطيعوا الجواب عليه. فالشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إليه بعض أصحابه، قال واحد أي صم دائما، وقال بعضهم أي قوم الليل يتركع دائما، وقال بعضهم سيختصي ولا يتزوج دائما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال هذا التبطل هو تبطع وتزمت ومخالف لصباحة الدين الإسلامي، فالتبطل هذا منهي عنه. وأما التبطل الوارد في القرآن وتبطل إليه تبطيله، فالمراد اعبد الله حق عبادته في الحدود الذي جاء بها الشرع الإسلامي، مش في تتبطل كما يتبطل النصارى. قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا. بماذا أظهر الله أن المرأة هذه ستكون ودود محب لزوجها وولود ليست بعقيد؟ من أي أثر؟ ما يظهر الله إلا إذا قد كان يسأل عن خواتها وعماتها، لأن البنت تكون على عماتها وعلى خالتها بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. فقال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بالعلة، لأنه مات أبوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا في يوم أحد، وترك له بنات صغار، فلو أتى بنت صغير بك ستكون البنت من جملة البنات هذا تريد من يراعيها، فاستحسن أن يتزوج ببنت كبيرة طيب عاقلة لأجل تلاحظ خواته طاعة لأبيه إلى قبره. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، ويحسن أن يكون ذات جمال وحسب ودين ومال. لكن إذا كانت دينة وليست بذات حسب فأيهما أحسن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ودينها، لكن إذا اختلفت مع الشجام على جميع الأوصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين تربت يداك، أصلها دعاء على العربي، قال تربت يعني ألصق الله يداك بالتراب، يعني كناية عن الفجر، لكن أصبحت كلمة عادية لفظة تربت يداك، مثل قاتلها الله، أصلها دعاء على الإنسان بأن الله يقاتله والله أن يؤفكوه، ثم صارت بمعنى كافه الله أو لله دره. قال مؤلف كتاب كشف الظنون، قال كتاب القلائد في العقائد للإمام أحمد بن يحيى المرتضى البهدي الزيدي، يأتي بكلام الأشعرية ثم بكلام المعتزلة ثم يدفع كلام الأشعرية ثم يعيد كلام المعتزلة. قاتلها الله، المراد بقول قاتلها الله بمعنى لله دار أو كافها الله على الذكاء، وليست المراد أنه بيدعي عليه، هو لفظة تربت يداك لم تبقى بهذا المعنى، أصبحت كلمة عادية. وتخطب الكبيرة إلى نفسها لأنها قدي عاقلة، المرأة إما أن تكون قاصرة أو بالغة، فالبالغة يرابوها، فإذا قد كانت ثيب
فلا بد أن تقول قد ربيته، وإن كانت بكر، إذا كانت بكر فيكفي السكوت، لأن السكوت ربا، لأن البكر تستحي أن تقول قد وافقت على الزواج به، بل يكفي إذا سكتت أو انتقلت من مكان إلى مكان أو من غرفة إلى غرفة، فهو دليل على الربا. أما إذا هربت من بيت إلى بيت أو من شارع إلى شارع فهي دليل على أنها غير راضية. أما إذا ذهبت من غرفة إلى غرفة فلا يدل هذا إلا على أنها قد رضيت ولكنها تستحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له إن البكر تستحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها رضاها، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا من عالما كان كفوا. إذا قد كانت بكر فالسكوت كاف، وإن كانت ثيب فلا بد أن تقول قد رضيته. والصغيرة إلى وليها، إذا كانت البراءة لا تزال قصيرة قاصرة صغيرة لم تبلغ بأحد علامات البلوغ الخمسة. بماذا تبلغ البراءة؟ بخمس علامات. العلامة الأولى بالعانة، إذا قد ظهر الشعر في عانتها فقد أصبحت بالغة. الثاني بالاحتلام، فإذا كانت البراءة قد احتلبت فإنها تكون بالغة. الثالث بمضي 15 عاما، عند جماعة من العلماء ومنهم من يقول بأزيد من ذلك. هذه الثلاثة العلامات عامة للذكر وللأنثى، ثم ثنتين فوق الثلاث الذي للأنثى وهي الحيض، فإذا قد حاضت البنت فقد بلغت، وإذا حملت فقد بلغت. فالعلامات للبلوغ في البراءة خمس: الإنبات للشعر والإنبات والاحتلاء ومضي 15 والحيض والحمل. أما في الولد فليس غير 3 أشياء، وهو الإنبات والاحتلاء ومضي 15 سنة. فإذا كانت البنت صغيرة جدا لم تحتلم ولم تحيض ولم تنبت ولم يوجد فيها أي علامة من علامات البلوغ، فالخضاب والمؤادنة تكون لوليها لا لها. لكن إذا تزوجت وأقر وبلغت واستمرت على ما هي عليه فالعابد صحيح وإلا ينافذ، وإلا فهو صحيح غير نافذ، فالموقف على رضا حينما تبلغ. فإذا بلغت وأرادت أن تفسخ عقد نكاحها فلا مانع له، لا مانع لها أن تفسخ عقد نكاحها وتقول الآن بلغت وعرفت أن لي أن أفسخ عقد نكاحي فأنا غير راضي به زوجا. فالمعقول والحازم هو الذي لا يتزوج إلا ببنت بالغة بأحد أمانات البلوغ المذكورة، والرجل الحاذق لا يزوج بنته إلا إذا قد بلغت وعقلت. أما الصغيرة فيخشى أن تفسخ عقد نكاحها. كان والصغيرة إلى وليها ورضاء البكر سمعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها سمعتها، وتحرم الخطبة في العدة. وعلى الخطبة يحرم على الإنسان أن يخطب امرأة قد طلقت أو توفى عنها زوجها أو فسخت عقد نكاحها ما دامت في العدة، كما أنه يحرم على الإنسان أن يخطب امرأة على خطبة أخيها المسلم بعد التراضي. خطب المرأة وافقوا خلاص تموا اقتنعوا، يجي واحد زيد قال أنا شتي مهر أكثر، شتي سيارة أبو دبه، شتي سيارة
ليلى علوي شتي شقه مدري باي حتى شتي فله وصف ابتكابها كذا، وهم نظروا الى الماده ونسوا الاول وقالوا قبلنا. قال هيا احسن من ماشي نعدد، وعقدوا ما بلغ الزوج الاول بعد التراضي الا وقد عقدوا له. هذا حرام، لكن العقد يتم مع الاثم ينعقد، لاننا انما هو لامر خارجي وليس لامر داخلي في ذات العقد، لكنه ينعقد مع الاثم بشرط ان يكون بعد التراضي. اما اذا عادوا بدعوا يخطبوا تريد البنت الفلانيه، قال اذهبوا واتوا لنا بعد 10 ايام حتى نتوالى ونتشاور ونسأل ونبحث. جاء واحد آخر خطب ما بش معنى، ما قدر ضي وش واجه عدو تحت الاستشارة. ما هو الدليل على أننا أخرجنا هذه السورة وقلنا بعد التراضي؟ الدليل علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حينما جاءت إلي فاطمة بنت قيس فقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم قد خطباني، فما رأيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا تزال عصاه على عاتقه، كناية عن كونه دائما في السفر أو كناية عن كونه يضرب النساء. لكن انكحي أسامة، قالت فنكحت أسامة. هذا دليل على أنه يجوز الخطبة على الخطبة إذا كانوا في حال استشارة، أما إذا كانوا في حالة ربا ودنو فلا. ولهذا نقول ويحرم الخطبة على خطبة المسلم للأدلة الكثيرة التي ستأتي بعد التراضي. وأما إذا كان لم يكن هناك ربا ولا جنو وإنما هم حول الاستشارة وغيرها فلا مانع من ذلك. والدليل على أن النبي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب وأشار إليها أن تتزوج بأسامة في حين أنهم قد خطبوها إذنين. لماذا؟ لأنهم تحت التراسة ولم يكون هذا، فنشترط أن يكون يحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي. أما إذا لم يكن قد ربوا واقتنعوا فلا مانع من ذلك. قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة. لا مانع لمن يريد أن يتزوج أن ينظر إلى خطيبته، فإذا كان نيته نية حسنة أنه إنما يريد أن ينظر إليها لكي يتزوج بها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن بذلك، وكذلك يجوز للمرأة أن ترسل إذا قد عرفت أن الخاطب لها خاطب حقيقي. هذا الخاطب الحقيقي طلب من المرأة أن تأتيه برسمها بصورتها الفوتوغرافية، لا مانع. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن للرجل أن ينظر إلى المرأة الذي يريد أن يخطبها حقيقة، فكذلك ينظر إلى صورتها الفوتوغرافية. لكن يجب على المرأة أن لا تكون خوشة أو خضعة أو بلهة أو ساذجة، بل تكون حاذقة. إذا طلب الخاطب من خطيبته أو ممن يريد أن يخطبها صورة فوتوغرافية منها أو من وليها فلا يمكنوه من الصورة خشية من أن لا تتم
الخطبة ولا يتم العقد وقد أخذ صورتها فيقول من بعد وهو حاقد عليها هي التي كانت تعاكسني وتغازلني وتراسلني. والدليل على هذا أنني أستطيع أن أخرج هذه الصورة، أخرج لكم صورة مما كانت تشغلني وتأذيني وتجنني وتتعشق بي. هذه هي الصورة التي أرسل فيضحي بمستقبل البنت، فإذا ما سمعوا أن هناك خاطب سيقول له هكذا، فتبقى البراءة هذه يعني عانس طول عمرها. لماذا؟ لأنها تخيضعت وأرسلت الرسم. لكن إذا كان منه جد فلتأخذ الصورة وتحفظ الفيلم وتجعل الصورة هذه في يد رجل شائب من أقاربها أو عجوزة من أقاربها ممن تثق به، يصير يقولوا له هذا هي البراءة بسرعة اشتيها سمى شير احنا لنا ولدينا صورتنا. المرأة الحادقة كثيرا ما تتصل ببعض البنات بالتلفون وتقول هل يجوز للمرأة ان تعطي خطيبها صورة فوتوغرافية لأجل يعرف صورتها او لا؟ فقول اما من ناحية الجواز فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن بأنه يراها، لكن هناك مانع آخر، نخشى أن يأخذ الصورة أو يأخذ الفيلم وبعد أيام لم تتم الخطبة ولم يتم العقد فيضغط عليها ويقول كانت تغازلني، كانت ترسل إلي هذا الإهداء الذي اهدت لي، جنتني، ضايقتني، جننتني. ومن هناك تضحي بمستقبلها. لكن إذا أرادت أن ترسل له بالرسم فترسله مع عجوز أو رجل شائب من أقاربها من التيري المعتبرين يقولوا له هذه الصورة ابصرها ثلاث أربع دقائق اعجبك بشير التيرة صورة بنت الناس. لا يتصور أن الصورة تبقى عندك ولا يتصور هذا أن يبقى الفيلم عندك ولا تدرى أن صورنا ولا أن لا تدرى أن صورنا ولا تدرى أن تشتيت بسرعة كذا أبصرتها. نخشى لأن الرجل عايز في بعض الأحوال والبنت تكون دائما ساذجة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء إذا أثنى عليها هذا وبعدها يضحي بها يقول أرجع يتزوج بها أرجع كذا أرجع كذا وهي تسطب. فكانت حاذقة لا تصدق الرجل أصلا ولكن تعمل على هذه الصفة. فإذا سئلتوا فأجيبوا بهذا الجواب وقلوا لها لا تترك الفيلم، لا تترك صورة عند أي زوج سواء كان الزوج هذا سيتم الزواج أو لم يتم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. أن ينشرط عقد النكاح أنه لا بد من ولي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة والمرأة يعني ما تعقش لبنته ولا تنكح المرأة نفسها تملك لنفسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل باطل باطل. فالصحيح عند العلماء وهو مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية كلهم يقول لا بد من ولي خلافا للإمام أبي حنيفة، فهو يقول بجواز أن تعلم المرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها قياسا على أنه يجوز لها أن تبيع سلعتها أو بيتها أو حليتها أو غيره. ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. وأيضا لا بد من شاهدين، فإذا لم يكن هناك شاهدين فلا يصح عقد النكاح خلافا للإمام مالك بن أنس. فقد رووا في كتب الفقه أن الإمام مالك بن أنس الذي يتبثب على مثب أهل تونس والجزائر والمغرب والأقصى يقولون عن الإمام مالك أنه لا يشترط الشهود، والصحيح أنه لا بد من الشهود فلا بد في عقد النكاح
من أربع شروط احفظوها وإن لم تكن موجودة في هذا الكتاب. لابد في عقد النكاح من أربع شروط. الشرط الأول أنه لابد من ولي، وقد سبق أن ذكرنا الأدلة. الشرط الثاني لابد خلافا لأبي حنيفة، الثاني لابد من شاهدين، هذا قد ذكرنا خلافا لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين، خلافا للإمام مالك. الشرط الثالث ما هو الشرط الثالث؟ تعيين المرأة بالاسم أو باللقب أو بالإضافة بالاسم، وذلك بأن يقول زوجتك بابنتي فاضوة وهو يقول قبلت. الشرط الثاني أن أو بوصف زوجتك بابنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى إذا قد كانت ترع أو البيضاء أو القصيرة أو الطويلة، أي شيء يميزها عن أخواتها أو بالإضافة فقط، يقول بابنتي فقط إذا ما معه إلا بنت واحد، بعد اشترت اسمه زوجتك بابنتي أضفت البنت إلى نفسي، في حين أنني ليس معي في الدنيا إلا بنت واحدة. هذا الشرط الثالث من الشروط. الشرط الرابع الرضا، لا بد أن تكون قد راضيت، أما إذا لم تكن راضية فالنكاح موقوف على رضاها. الولي وجد والشهود وجبوا والوصف وجد والكاتب كتب، صاروا قالوا لا، قالت موافقة النكاح صحيح والعقد نافذ، صاروا قالوا لا قالت أنا غير موافقة، نقول النكاح موقوف على رضاها. يجد الكاتب إذا قد كتب يقول وأخيرا أذنت فلم تأذن، وبناء على هذا فالنكاح موقوف على إذنها، فإذا قالت أذنت فإذا ما أذنت فالنكاح غير صحيح وغير نافذ. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، لأن الإسلام يريد أن يكون برضر، لأن المرأة كثيرا ما تخضع فلا بد من وجود الولي. فكأنه يقول القائل كيف في بعض الأولياء متعصبين تحترق لها العنصرية ويقول لك عشان أزوي شاش ويقضي راضية. قال المؤلف إلا أن يكون عاضلا فلا ولاية للعاضل، بل تنتقل الولاية إلى من يليه، لأن القرآن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن حرام أن يعضلها، فمتى قال ما شاء أزوج شاش تنتقل الولاية إلى الأخ، فإذا قال ما شاء أزوج أختي تنتقل الولاية إلى العم، فإذا قال ما شاء أزوج بنت خي تنتقل الولاية إلى ابن العم، فإذا قال ما شاء أزوج بنت عمي ما تلقيش أحد من العصبة الذكور بأقاربها فيزوجها القاضي الشرعي، لأن القاضي الشرعي المتولي في المنطقة هو النائب عن رئيس الدولة، ورئيس الدولة هو الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اشتجروا فالإمام ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان مستحيل أن الإمام أو السلطان أو الرئيس أو الأمير للبلد كله من خراسان إلى المغرب الأقصى في أيام هارون الرشيد وأبو جعفر البنصر وأيام بني أمية من طرف المغرب الأقصى إلى خراسان وحدود الصين أي سرية يملك للنساء، لكن النائب عنه وزير العدل أو قاضي القضاء، ووزير العدل رائع وقاضي القضاء ما يصيرش إلى كل بلد، لكن النائب عنه هو القاضي الشرعي في المنطقة. أو كان غير مسلم لا ولاية للكافر على بنت المسلمة أو أخت المسلمة، ليس له ولاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بأم حبيبة ولم يعقد لها أبو سفيان، لأنه كان يومئذ كافرا في مكة، وأخوها معاوية بن أبي سفيان يوم حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان كافرا في مكة،
فالرجل من كان عادلا تسقط ولايته، ومن كان كافرا تسقط ولايته. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل العقد النكاح ولو واحدا. أقول قد وكلت تكسير زوج بنتي، هذا خطي شاهدا علي بأنني قد وكلت فلان ابن فلان يزوج بنتي، فيقول زوجتك بابنة فلان حسب الوكالة التي بيدي، وهذا يقول قبلته. كما يصح للزوج أن يوكل واحد ثاني فيقول هذا خطي شاهدا علي بأنني وكلت فلان يقبل عقد النكاح لنفسي بفلان بنت فلان، فيقول زوجتك بابنتي فلانة، فيقول قبلت عقد النكاح لموكلي فلان ابن فلان حسب الوكالة التي بيدي. كما أنه يجوز أن يتولى الطرفين واحدا، مثلا إذا كان معي بنت عم وبنت العم هذا ولايتها إلى أبوها قد مات، إلى أخوها وقد أخوها مات أو عوضها، وأنا أجنبي بالنسبة إلي أنا ابن عمه يصح لي أنا أتزوج بها، لكن ما جاش الولي أنا بالنسبة إلي ولي إذا جاء لها زوج آخر فزوج نفسي إذا قدر. فأقول زوجت وأنكحت فلان بنت فلان لكوني ولي الشرعي لأنني أقرب العصبات من الذكور إليها، وقبلت عقد النكاح لنفسي لكوني أجنبي بالنسبة إليها. وكذلك إذا كان هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة يريد أن يتزوج بفلانة فرفض وليها أو ليس لها ولي، فلا مانع أن يتولى طرف العقد هو بنفسه، فيقول زوجت فلانة بنت فلان لعدم وجود الولي الأقرب إليها من الذكور، وقبلت عقد النكاح لنفسي لكوني راغبا في زواجها، فيصح أن يتولى طرفي العقد واحد. أقول أما مشروعية لمن استطاع الباء فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع بكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإذا له وجاء. والمراد بالباء النكاح، والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة. وأما وجوبه على من يخشى الوقوع في المعصية فلأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بنكاح كان واجبا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنا، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبطل، المراد بالتبطل أن يصوم دائما أو يعبد الله ما ينام دائما أو يختصي ولا يتزوج دائما، وليس المراد مع الانقضاء إلى الله بالعبادة وتبطل إليه تبطيلا. التبطل البديهي عنه إذا كان على القاعدة النصرانية المسيحية، أما الذي أثرى عليه القرآن وتبطل وأمر به فهو على الطريقة الإسلامية الشرعية السبعة. قال الترمذي إنه حسن غريب قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، ويقال كلا الحديثين صحيح، وفي سبع الحسن وفي سبع الحسن بن سمر قال بعرو هل سمع الحسن البصري عن سمر أو لا، قيل سمع منه وقيل لم يسمع منه وقيل سمع منه حديث واحد، لكن أحاديث كثيرة تدل على عدم التزمت. وأخرجنا عن تبطل أحمد وابن حبان في سنة الحديث أناس أي الحديث الأول الذي في سنة الحسن عن سمرة، وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وأما عدم جواز التبطل فلما تقدم، وأما جوازهم على عائشة عن القيام بما لا بد منه فلما ثبت
في الكتاب العزيز ابننا عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتنا بالمعروف، فمن لم يستطع ذلك لم يجد له أن يدخل في أمر يوقع في حرام. وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة، إذا أداري الإنسان أنه سيتزوج وما يستطيع شتي حاجته فلا ينبغي له أن يتزوج، لأن عليه حقوق وعلى البراء حقوق. وأما كونه ينبغي أن تكون البراء ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، فلحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وأخرج نحو أحمد بن حديث بن عمر، وفي إسناده جرير بن عبد الله العابري، وقد وثق وفيه ضعف. وأخرج نحو أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معجل بن يسار، وفي الصحيح عن غيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت بكرا أم طيبا؟ قال: طيبا. قال: فلا تزوجت بكرا تلعب وتلعبك، لكن ما أتش بآخر الحديث. قال: إنما تزوج امرأة كبيرة طيب، لأنه توفى أبي شهيدا في يوم أحد وترك لي بنات صغار، فحبيت أن تأتي امرأة عاقلة تربيهن وتلاحظهن وتلاحظ مصالحهن. وإذا أتيت بصغيرة فتحتاج إلى من يربيها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها، أي لأجل كونها متدينة أو لأجل كونها صاحبة مال ولأجل كونها جميلة، فعليك بذات الدين تربت يدا. قال بعضهم: هي تربت بلقفة حقها، وبعضهم قال: تربت يداك إذا لم تعمل بهذه النصيحة. وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها، فلما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها. وأما كون المعتبر حصول الرضا منها، فالحديث بن عباس عند مسلم وغيره: الطيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذن سماتها. وفي الصحيحين وغير ما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والطارق بني من حديث ابن عباس أن جاريتان بكران آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حاضر ورجال سنواته ثقى. ولأجل هذا قلت لكم أنها المرأة التي زوجت وهي صغيرة فبلغت وهي عند الزوج فلا حق أن تفسخ عقد نكاحها. وروى نحو من حديث جابر، أخرجه النسائي من حديث عائشة، أخرجه أيضا النسائي. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به في خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ورجال رجال الصحيح. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة: هل الكفاءة في الزواج معتبرة؟ قال: وأبا اعتبار الكفاءة، فالحديث علي عند البزار والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أدت، والجنازة إذا حضرت، والأيم غير الزوجة إذا وجد لها كفوان. والكفو هو في الدين. قال بعض العلماء أن الكفاءة في الدين والنسب، وهذا هو الذي اختاره علماء المذهب الزيدي الهادوي في شرح الأزهر. وقال بعضهم: الكفاءة في الدين فقط ولا عبرة بالنسب، وهذا هو الذي اختارته وزارة العدل، وهو الرأي الذي رجحه الشوكاني: العبرة بالدين، الكفاءة بالدين لا في النسب. وأخرج الحاكم الحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعض أكفاء بعض القبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل إلا حائط أو حجاب. هذا حديث ضعيف جدا بل هو موضوع. وفي إسناده رجل مشهور وقال أبو حاتم أنه كريم الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحفاظ أنه موضوع، ولكن رواه البزار في مسندي عن معاذ بن جبل رفعه: العرب بعض أكفاء لبعضك،
وفي سليمان بن عبد الجور وغير عبد الله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اذا فقهوا في الدين يعني في الدين. وقد اخرج الترمذي من حديث ابي حاتم الوزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فامتحوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. قال وان كان فيه قال واذا قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فامتحوه ثلاث مرات. فهذه من رواسب الجاهليه لا يزوج بفلانه لانها بنت مزين لانها بنت حلال لانها بنت مقاوي لانها بنت جزار. هذه العنصريه من رواسب الجاهليه والا فالاسلام لا يفرق بين الناس. المهم هو الدين. فمن كانت متدينه فليتزوج الانسان بها. وكذلك العجمي يتزوج بالعربيه. الهاشميه لا مانع ان يتزوج بها غير الهاشمي. وقد اخرج ايضا الترمذي من حديث ابي هريره واخرج الطارق عن عمر انه قال لا منع ان تزوج ذات الاحساب الا من الاكفاء. وكون الصغيرات تخطب الى وليها فلما في صحيح البخاري وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. وأما كون رضاء البكر سمعتها فلما تقطع من الأحاديث الصحيحة تحرم الخطبة في العدة. وأما كونها تحرم الخطبة في العدة فالحديث فاطمة بنت قيس عن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقى. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذريني فأذرت. الحديث يحرم على الإنسان أن يخطب امرأة في العدة. ولكن الناس أصبحوا جاهلين بالفكر، بس جريدة تلفزيون راديو فيديو نسي ودي. الآن ناس تزوج بمره وعادي معتده، عادي طلق المرأة وتزوج مختاية وثاني وعاد المرأة الأول في العدة. ولا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانت تحته ذكابة عادي مزوج بها أو لا تزال في العدة. فمن أراد أن يتزوج بأخت زوجته بعد أن طلقها فلا يجوز له أن يتزوج بها أو يعقد بها حتى تنقضي عدة الزوجة الأولى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطب للمعتدة، فبالأولى والأحرى أن يتزوج بها ويدخل بها. قال وهو في صحيح مسلم وغيره. وأخرج البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال يقول إني أريد التزويج ولو أردت أنه ييسر لي امرأة صالحة. هذا يمكن التعريف إذا كان في الطلاق البائن، قد يطلق الثالثة بعد أن قد طلقها ثلاث مرات وقد الثالثة وتخلت الرجعة، في يمكن يعرض تعريف يقول أنا أشتري تبسري لي بره مكتوبة مثل منتي تجي استعمنتي كذا كذا، بس بيلمح هكذا. أما في الطلاق الرجعي فلا يجوز له أن يخطبها لا بالصراحة ولا بالتعريف. وأما إذا كان في عدة البائن وقد الثالثة فلا مانع له أن يلمح تلميح فقط. قال وأخرج الطالب عن محمد بن علي الباقر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو سلمة وأيما من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرة من خلقي وموضع من قومي وكانت خدمته والحديث منقطع. قال في الفتوى واتفق العلماء على أن الولد بهذا الحكم من مات على زوجها، واختلفوا في المعتد من الطلاق البائن وكفى من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطب فيها، إنما الخلاف في البائن. وعاقل بالتصريح أن التصريح بالخطب حرام لجميع المعتدات سواء كان رجعي أو بائن أو متوفى عليه. والتعريض مباح في الأولى يعني في البائن، حرام في الأخيرة يعني في الرجعي، مختلف فيه في البائن وحرام في الأخير يعني التعريض مباح في الأولى إذا قد كانت متوفى عنها. وأما المنع من الخطبة على الخطبة فلحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتع على بيع أخيه، يشتري زايد عليه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر حتى يترك. وفي صحيح مسلم وغيره وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر، لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور. وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والطالبي وابن حبان وصححه أنه خطب امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. الأحسن استمروا بعدها في الزواج، لأن في بعض الأحوال يعني يتم ويرجع يقول: أنا ما شفتهاش، ما بشألفت بيني وبينها، ما وقعش على ما أريد في بسرها. وأخرج مسلم الحديث أبي هريرة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فأخبر أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فتفضل إليها فإن في عين الأنصار شيئا. وفي الباب أحاديث. وأما كونه لا نكح إلا بولي وشاهدين فلحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكح إلا بولي. وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسن وابن حبان والحاكم وابن عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نضحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. فإن دخل بها فلا البار بما استحل بفرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. في دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، في دليل على أن إذا قد غلطت وزوجت نفسها في ابتلاء البحر بما استحل بفرجها ثم تفارقه ويفارقها. الحكم الثالث أن السلطان أي رئيس الدولة ولي من لا ولي له أو من كان الولي قد عرض. وفي الباب أحاديث. قال الحاكم: وصحة الرواية فيه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأبو سلمة وزينب بنت جحشين، ثم سرد تمام 30 صحابيا والولي عند الجمهور والأقرب إلى العصبة. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. الجمهور يقولوا أنه العصبة، فإذا قد كان مع الرجل مع المرأة هذه اليتزوج عم وأقرب العصبة تدكوا، ما مش معها لا أخ من أب وأم ولا معها ما معها إلا عمها، ومعها أخ من الأم، الأخ من الأم هو من أسرة آخرة ليس له أن يملك، بل يوكل العم يوكل الأخ من الأخ. هذا هو مذهب الجمهور. وابو حنيفة يقول أنه ولي لأنه أقرب من العم لكنه من أسرة آخرة. الجمهور يقول أن الولي هو الذكور من العصبة، أقرب الذكور من العصبة. وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حسين عند الطارقطي والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابن عطاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكح إلا بولي وشاهدي عاد، خلافا لمالك. وفي سنادي عبد الله بن محرز وهو مترك وأخرج الطارقطي والبيهقي من حديث عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكح إلا بولي وشاهدي عاد، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإسناده ضعيف. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا يعني الزواني التي يمكن أنفسهن بغير بينة يعني بغير شهود. وصح الترمذي وقفه. وهذه الأحاديث الثلاثة وما روي في بعدها يقوي بعضها بعضا. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، أي قالوا: لا بد من شاهدين خلافا للإمام مالك، فلا يشترط الشاهدين لأن الأحاديث عنده لم تصح. وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم فلقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولتزباقش، ولا مانع لكن إذا عضلوكن أن تزوجن نفسكن، بل قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولتزوجي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد. أبو سفيان بن حرب كان كافر في مكة،
وأما جواز التوكيل عقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال البراء: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه الحديث فهو يصح أن يتولى طرفي العقد واحد. وقد ذهب إلى ذلك جمع من العلم إلا الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والعدوي وأبو ثور. وحكى في البحر عن الناصر والشافعي والزبير أنه لا يجوز. قال في الفتح وعن مالك: لو قالت البراء لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها نفسها أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي: زوجه السلطان أو ولي الآخر مثله أو أقعد منه. وافقه الزفر. هذه هي الأحكام التي وردت في باب النكاح إلى هنا. ما رأيكم في البنت إذا سكتت ثم أتى إليها الخاطب وقال: أخيها ما رأيك الآن؟ في رأيك أعطي رأيك. فسكتت ثم بعد ذلك في اليوم الثاني لم توافق، أخذت تبكي وقال: لا أعلى. ولماذا لم تبكي؟ وترفضي أمس ولم يخذ بقولها. افتونا. إذا كانت البراء قد سكتت، البراء سكتت والرجال ما سكتوش، أيه ما نسوي لهم؟ البراء خطبوها فسكتت وبعدها بثاني رجعت تبكي وتمنع. قلنا إذا كانوا لم يعقدوا فوجود العقد وعدم على السواء، لأنها حال ما بكيت كأنها رفضت هذا الشيء. أما إذا قد عقدوا بناء على سكوتها وسكوت ربا فالعقد قد نفذ، ولكن لا مانع لها أن تخالعه تقول لي طلقها وترتب بعد البحث ولا بالها ما تبكي بيومه وهو ما يستعجل وسريع قد. الشيخ العلامة: هل تكون كتابة العقد عند القاضي واجب أم لا؟ ويكفي قول الولي زوجتك مع حضور الشاهدين. المهم من الناحية الشرعية أن يكون قد رضيت البراءة وأن تكون قد سمي اسمها وأن يكون هناك الولي الشرعي الأقدم وأن هناك شاهدين. أما كونهم عند القاضي أو لا فإنما هو يعني لأجل التثبت فقط، ولا بشي شرط، ليس بشرط من شروط صحة عقد النكاح. فضيلة الشيخ: في حديث إن أبي زوجني ابن أخي يرفع به خزيز، ماذا تقصد بقى خزيز؟ يعني أنه قد ألمه وأتى بشيء عين يرضيه بذلك، كأنه قد كان ألمه فأراد أن يرضيه ويزوجه ببنته على حساب البنت هذا. في حديث: إذا أتكم من ترضون دينا وخلقه قالوا وإن كان فيه، ماذا يقصد بذلك؟ يعني وإن لم يكن كفوا في النسب، هذا نسب علوي فاطمي، هي علوي فاطمي وهي عدرا تحتانية، أو هذه من بنت من عنصر مشايخ أو قضاء أو علماء وهذا من عنصر آخر، هذا يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدار هو على الدين، المدار على الخلق والدين. ولهذا قال بعض يقصدون به، يقصد به أنه وإن كان فيه يعني ذكس في نسبة أو في حسبة أو في ماله. قال النبي بر الثاني: إذا رأيتم رجل كتاخذ امرأة وهو في خلقه ودينه مستقيم فزوجوا ولا تنظروا إلى شيء. في جواز التوكيل أورد المؤلف دليل على أترضى أن يزوجك فلانا، وأنت ضربت لنا مثلا بأنه التوكيل من الولي، فكيف ذلك؟ كل يصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع له أن هذاك توكل وهو يوكل وشخص آخر، ولا مانع له أن يوكل أن توكل على المرأة ويزوجها بنفسه، كل جائز. علي وارد في الحديث والذي ذكرته كل جائز. وهل يجوز التوكيل؟ قال في الأزهر: ويصح أن يتولى الطرفين واحد. وهل يجوز التوكيل دون رضا الولي؟ لا ما يصبر. التوكيل دون رضا الولي
لا يجوز إلا إذا قد وكله الولي، فالولي أقرب. فإذا زوج الرجل المرأة وهو أخوها والأب لا زال على قيد الحياة، فإن العقد غير صحيح، إلا إذا الأب وكل الولد فلا بأس، وإلا فالأب أقدم من الأخ. بعض الناس يستدل على أن الكفاءة لا علاقة بالنسب بحادثة زينب بن حارثة وزينب بنت جحش، ويقول بأن ذلك تطبيق عملي على أنه اختلاف النسب، فإن المرأة تتكبر على زوجها، وبأن ينبغي أن ينظر إلى النسب. لا، هذا الحديث حديث زينب بنت جحش دليل على أنه لا، زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها من قريش، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سبب بزيد بن حارثة، مع أن زيد بن حارثة مش هو قريشي، دليل على أنه لا كفاءة في النسب، ما بيش عبر في النسب أبدا، لكن هي نفسها لأمر يريدها الله، لأمر يريدها الله، وهو يضل كافة يتزوج النبي لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيان. أما أنه يجوز هو دليل على أنه جائز، دليل على أنه يجوز. حديث زيد بن حارثة الذي ليس بقرشي تزوج بزينب بنت جحش التي هي قرشية، ولكنه كانت تتكبر عليه لأمر يريده الله، لأجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كم عدد كل ورقة فيها 3 أو 4 أسئلة؟ هل يصح الزواج لامرأة إذ وليها ليس موجودا معها بل في بلد أخرى غير الذي تعيش فيها، ولكنه يستطيع أن يتصل بالتلفون أو الرسالة؟ العالم الآن أصبح قريب بواسطة التلفون والرسالة، فلا ينبغي أن يزوج الولد أخته حتى تصله إفادة من بواسطة السفارة بواسطة القنصلية، لأن في الأيام الأولين الغائب بعد يدرس كل ما يوصلوا لعنده، أما الآن فيستطيعوا بواسطة البرقيات والتلفونات والسفارات والقنصليات. جاء واحد يريد أن يخطب، يعني يزوج بنته، وأبوه في الحبس، قلت لا يمكن أبدا أن تزوجها وأنت في الحبس وأبوك حتى يأذن لك، واتصل به سوى الورقة وختمها في القنصلية وفي السفارة ويسرها مع الطائرة. إذا زوجتها المرأة نفسها بدون ولي ثم علم أن العقد باطل، هل يعطيها الزوج المهر كاملا؟ إذا قد تخل بها فيعطيها كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ولها البحر بمسك حلة من فرجها، نعم تستحق البحر. وهل يصح إذا لم يستطع مع وليها لا التلفون ولا بالرسالة؟ إذا قد كتبوا إلى السفارة، الآن الحكم بيمتنعوا عن العقد حتى يكتبوا إلى الوزارة، والوزارة تتصل بالخارجية، والخارجية تتصل بالسفارة، والسفارة تتصل بالقنصلية ويطلب خبر أنه عاضل ولا راضي ولا ما وجدش. فإذا قالوا عاضل أو ما وجدش بيزوجوها، وإذا قالوا قد لقينا وستصل مع الطائرة أو مع البريد أو مع البرقي أو غيره فبيعملوا به، لأن العالم قد أصبح شيء واحد. فبدايه الحكم الزواج الرجل زوج امرأة بدون ولي يكون لم يتمكن لها الاتصال مع وليها بسبب أن ولي الامرأة كمان في بلد آخر، كان في بلد أخرى خاصة في البادية، بحيث لا يصل إلى الرسالة ولا التلفون، ثم بعد وقوع الزواج يأذن السلطان بإذن السلطان وجد وليا، فمن يحدد يجدد الزواج؟ أما إذا كانوا قد بذلوا والوسك وكاتبوا وسألوا فما طالهم حد خبر، تنتقل الولاية إلى غيره. أما إذا هم قصروا فالعقد غير صحيح، العقد غير صحيح. هل الصداق وتعيين عند العقد شر؟ جاء
لصحة العقد أو لا؟ الجواب لا لا لا. المهر ليس شرطا من شروط صحة العقد، فمن عقد وقد جمع الشروط، تعينت البراءة، وادلت، وجد الشهود، وجد الولي، فالنكاح صحيح. وإن لم يذكروا المهر، فإذا ما ذكروا المهر في التوبة حسب ما يترضوا عليه، فإن اختلفوا فمهر مثلها أي مهر أختها. احفظوا هذه القاعدة، إذا سألوكم في الاختبار وقالوا لكم هل المهر شرط أو لا، قولوا المهر غير شرط من شروط، ليس بشرط من شروط صحة النكاح، إنما هو لازم وواجب فقط، وجوب مستقل وليس بشرط. فمن عقد له وقد اجتمعت الشروط الأربعة، وهو أن البراءة تعينت وأذنت ووجد الولي ووجد الشهود، كان عقد صحيحا. وبعد إن سموا سموا وإن ما سموش عليه أن يأتي مهر أختها. هذا هو الصحيح، والقرآن يدل على هذا. قبل أن تفرضوا لنا، ورد في القرآن قبل أن تفرضوا لنا فريضة، أي قبل أن تسموا المهر. فتسمية المهر ليست واجبة، ليست شرط، وإنما هي الشيخ الفاضل. من المعلوم أن كاتبي العقد لا يستأذن المرأة، ويرى موافقتها بريئة، يحضر الولي والزوج ويتفقوا على العقد من دون أن يرجع الولي إلى إبنته، حيث أن بعض الناس لا يسأل زوجته، ويرى قبولها أبرفة، حتى أنه رفضت وأظهرت عدم رضاها، فإن وليها يجبرها على ذلك، فكاتب العقد لا يدري هل المرأة موافقة أو لا. فهل يصح العقد في هذا؟ نعم يصح العقد، ولكن إذا رفضت لا حتى أن ترفض، والفقيه يكتب في عرض الورقة المرأة رفضت. والأحوط أن الإنسان يتثبت، يقولوا ادعوا المرأة أكلمها، أنت راضية يا بنتي أن عقد لاش، وهي سكتت خلاص، أسكت هذا الرضا. هذا عقدت الواحد الحين قبل بنتك كثيرة، وقلنا ما بش مانع أنك تدعوها، مش عيب، دعوها تحاكي لي من طرف هذا، من طرف الحجر، مثل ما هذا اسمه، مثل ما بتجيب بتبيع وتشتري البرد، هذا لا تزيد وشال. قل يا بنتي أنت راضية بكذا وكذا؟ قالت سكت، قالت ما اشتغل فعلوا فعلوا خلاص، تدعينا أني كثيرا. وقلنا في ورقة بعد رضاها، وقلنا بعد وعرف بها فلا خشية من أن تكون مرد ثانية. هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لرجل بعض أوقاته يقطع الصلاة؟ ماشي ماشي ماشي، كيف يصلي الرجل قطع الصلاة؟ لا يصلي، لا يزوج قطع الصلاة أبدا. إذا كان والد المرأة به لمم، فهل يجوز لأخوه أن يزوج أخته؟ لا يخلو. هذا الأب إذا قد بجنوا هذا، فتنقطع الولاية تنتقل إلى ابنه، وإنه غير كذا يقطع ذهده ولا شيء، فلا بعده بعقله. لكن في مثل هذا أنا أتشكك، صارت حين يقولوا فلان بعقله وفلان يقولوا هو مجنون، كبر أفعال. فإذا وقتلوا ابنكم أسهل، لازم يترك المسؤول هي لكم حذقة العياذ بالله ولا شيء، فنوكله يوكله، وبعد ما هذا يزوجها الأخ. فإذا قد كان معقول فقد وكل، وإن قد كان مجنون فقد انتقلت الولاية إلى الأخ. اعملوا هكذا، إذا تشككتوا بشو مجنون بيراجم، لكن في خضاعة هكذا احنا بنعمل بالأحواض، ونقول وكلك أخوك وعقل، لازم يتحيبك، لازم يوضعها قوي، هذا مسكينة يتيمة، وضعها يا فقيه يتيمة بشد حدك. واحد قال هكذا قبيلي هذا، قال يا بيتوهم ان العقد اذا سبر هذا، وثكها يا فقيه قوي يتيمة. قال اذا دخل بها بدون ولي وعلم أنه لا يجوز، فقالوا له ذلك، وقال فإذا أفعل قالوا تعطيها المهر كامل. قال أنا لا أعلم في السنة إلا في أن أعطيها خاتم من حديد أو أقرأ الفاتحة كما كان رسول الله يفعل ذلك بالتزويج، وقد تخلبه وقعيد راجل. هذا يقول لهم انتجاه. أما إذا كان بغير ولي فنكح باطل،
وقيل أنت بك فاسد يصح الاستمرار إذا كان جاهل أمي، لكن هذا مش جاهل وقعدت تاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيها خاتم من حديد، هذا عد سيأتي الخاتم من الحديد ولكنكم تستعجلون، سيأتي الكلام على المهد. وقد قلت لهم ألف بر وبر أنكم تستعجلون. جميع الأسئلة الأولى قد كانت باهرة حول الموضوع، ولكن الأسئلة الأخيرة خرجت من الموضوع ودخلت في باب المهد. وقد قلت لكم ما بتستقروش عاد، سيأتي المهد في فصل آخر، سيأتي المهد وسيأتي كم أقل المهد كم أكثر المهد، وأن تحرم المغالاة هذا كله سيأتي. لكن دائما سأذا هل يجوز المرأة تخدم الرجل كما فعلت خديجة رضي الله عنها؟ نعم نعم يجوز لها، لكن من حيث لا يشعر خشية من أبي ثاني قادمها اطلع خوشة وانتي الذي جذلتيني. لا مانع للمرأة تخطب، ولكن تبع حاذقة تقول له رجاء السن قل له فلا لا وش يجي يزوج ميجا، لكن الرجاء الرجاء هذاك بشتم قل له داني رسالة قال ما يتصورش قال ما بيحلف لي قال والله ما أقول له قال يلا سن توكل على الله بيصير بك سعيد يقول أبا أربعة ترضاش قال ما عليك شيء ما عليك شيء مش يقول لك كنت رسالة هي لأن يوم ثاني الرجل عايد بساعته ويخبر صادق بعدها بهول قالت له يوم ثاني قالت هي جننتيني ولا ما قد كنت تتزوج. فالمسألة كذي مسألة حذك بعدش مسألة شريعة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فإن في عين الأنصار شيئا؟ قالوا صغار العيون، قالوا أن عيونهن صغار، بعض النساء الأوس والخزرج عيونهن صغار مثل عيون الصينيين والتتاريين واليابانيين والكوريين والبخاريين. من المعروف عندنا أن الرجل قبل أن يدخل على زوجته تطلب من زوجها أن يعطيها مبلغ من المال قد يبلغ من 1000 ريال إلى 50000 ريال، على هذا المال حلال للزوجة ويرد بها المال حتى الاستعلان. لا يجوز هذا، بس ما مش غير المال هذا تخزر. بعضهم في بعض البلدان يقولوا حتى حكلت شيء ما تحتشل على الحريم ولا بعد ما يتي صلاته وما مش معه قد كان الريال وفرانسي كلام ما مش حضبين أبدا. فقير كان عن التلبان كان عقبه طلع زف اللي عنده شارع قالت له بس هذا أتي حكى الفتشه قال كم قريه قال ما بش معي ريال هذه كليه بالريال هي بعاشر الأسبوع ما بش ريال هذا قال كم بس حنك نزل عند المتعرسين اللي في الديوان قال من معه منكم ريال ضوء أعجبتكم أعجبتكم كان عجب الذي بيصور كان فلا تتصوير ويبحث. لو تريد انك بتحكوا هكذا بديت القصة لمن تكون ولاية المرأة عند موت أبوها، هل تكون للخال أم لعمها أخو أبوها؟ مع أن المرأة تعيش في بيت خالها وهي يتيم من الأبوين. الجواب أن الخال هو الرحامي وليس من العصبة، بل تنتقل إلى العم، فإذا عضل العم انتقلت إلى ابن العم، فإذا عضل اتينا من العصبة نسن التي من أين ما كان، فإذا عدموا كلهم فالسلطان ولي من لا وليه القاضي يعقد لها أو يوكل خالها يعقد لها. أما الخال فلا ولو افتدت عنده. ما رأيكم في الرجل الذي يذبح رأس من الغنم عندما يصب يخطب الرجل الذي يتزوج منهم؟ فما حكم الذبيحة؟ أنا عادة قبلي ماشي في الشريعة ولا شيء، الله أعلم هل هي يعني إسلامي أو غير إسلامي. هذا العقيل الذي يعقلوا والذي يذبحون للرضا هذا شبهة من الشبهة. فأنتهاز في مثل الزواج العرفي، فما هو الزواج العرفي وهل يجوز الزواج العرفي الذي في مصر الآن؟ إحنا في اليمن نقول لكم في اليمن، إذا نجحنا الأسئلة الذي في اليمن شدي لكم الزواج العرفي الذي في مصر، إلا إذا بينكم مصريين، لكن ما بشي مصري بينكم
إذن الزواج العرفي هذا لا يوجد في اليمن أصلا. وبناء عليه فالسؤالات التي تتعلق باليمن هي الأقدم، السؤالات التي تتعلق بالدرس الأقدم، ثم باليمن بعده، والدرجة الثالثة الزواج العرفي الذي في مصر. تدبر في اتجاهي أسئلة خيرة، والورق بعد فيه إلا 7 دقائق، لعبش بعد يتعشى الوقت لأهل اليمن فضل عن أهل مصر. كان هناك إبراهيم وافق على الزواج من فلان ابن فلان، ولكن بعد العرس رجعت تقول أنهم لم يشعروا يوم العقد أنه سيكون عقد، ولكن تقول أنها كانت تظن أنها خطبة. قال اخدمش فلا قاتل ابوافجة صاروا عقدوا لا بعده زوج به. قال ما انتو استعجلتوا على غرضيت انه يخطبني مش يعقد لي. هذا خضاع تقول لكم خبعيات. المرأة تشيل الرجال، الرجال هو القوي وهو الحازم، والمرأة عاطفية بساعتها. أجوا يوصفوا لها أنه مدري ما حتى فرضيات لو ما بسردوا والتوعيوا به ورجعت عتد ودبتي وتقول أنا مستعجلوا. ما معنى يؤدم بينكما في حديث المغيرة؟ يعني تستمروا وتدوم الزواج بينكم لأنكم تزوجتوا قد بسرتوا صورتها ويبسرت صورتها. أما غيب هكذا فربما في بعض الحال يعني يرجع يقول ما عجبش أو يقول ما عجبش. فإذا كانت المرأة تريد أن تعرف الرجل ما بش مانع، والرجل يعرف المرأة يلها، لكن بشرط لا يجتمعش بها ويخطر ويخلو بها، هذا حرام. لأن في بعض الديار الإسلامية يجتمع الخطيب وخطيبته، هذا حرام. إلا ما يمكن يجتمع بحضور الولي، أما يجتمع بها وحدهم ويورصوا لا يجوز أن يسيروا الحديقة جمعة أو يسيروا التراب جمعة أو القطار أو السيارة أو غيره أبدا، إلا إذا يريد أن يبسلها بحضور وليها. وما بعد قول في عين الأثر شيء، قالوا صغر العيون، صغر العيون الذي فيه. كم عمري بقي في عمري 5 دقائق. ما حكم من يرسل للبراءة من يشم فيها ويبضعها؟ هل هذا يدخل في رؤية البراءة؟ وهل يجوز الذي يشم من مرسة شم؟ لا يسمش الرجال. أما الرجل يشمشم ثم المرأة وزغنها وابطاء، لكن إذا يمر ما بش مانع يزيد يخلي بني شمال عشر فيها كور في زغنه، ولكن وين لا يشتي تزلج واحد يزيد يشم كور الرجل هذا ما بش مانع لها أن ترسل بني جساس وتقول سرحاتي من جنبه أنت تبسر هو أخرج من فم الرايحة كريعة وخلي له باقي هذا وخلصه وقل له اشتري زن جديد تقايس على الزن الجديدة او يعني كذا كذا اي حكاية لو بعد ابعد صافضه وابعد له الغانة حق هذا حق الزن انت تشوف شم ولا شيء ما بش مانع. المرأة لا حق اشر لي اذا قد السؤال عسر اشر لي. اذا كان الولي غير موجود في البلاد مثلا عندنا الصوماليين الذين فرقوا الحرب الآلية الذي وقع في بلادنا كم يكون الشر الولي؟ لأن المرأة لا تدري إلى من يعيش أين يعيش أبوها. وأكثر الصوماليين يعيشون في البلاد البادية لا يوجد فيها الاتصال ولا بريد، وأيضا الولي لا يدري أن تسكن أو تعيش ابنته. نريد منه توضيحات أكثر، فكيف يكون العقد خاص نحن كالصوماليين في اليمن وغيرها؟ وجزاكم الله خيرا. مثل هذه القصة يذهب إلى القاضي الشرعي المتولي القضاء في المنطقة، وهو يتصرف بحسب اجتهاده، فيقول ما رأيكم إلى المحكمة العليا أو إلى وزارة العدل، ما رأيكم في قضية الصوماليين الذي ما مش عندهم مواصلات والذي كذا كذا، هل هذا؟ فيقولوا لا مانع من ذلك، يتفتت ثم يتوكل على الله ويملك له. الآن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب. الأخ الذي قدم الاقتراح بالإسراع في الدروس هو شخص يدرس على أيدي مشايخ في الخارج ولا يهم فهم إخوانه،
فالمهم الله يخرج الإنسان من درس وإلا وهو فاهم لهم فاهم لهم خربت اللعبة ضيع الورقة خربت اللعبة حتى الترشي. السؤال الأول أرجو منكم أن تعملوا لنا درسين مثل ما كنتم تعملوا في أول العام. فقلنا لا مانع ولكنكم تكثرون الأسئلة الخارجية عن الموضوع. واحد قال مؤيدين وأيدتم كلكم توكلت على الله ودخلت في الدرس. هذا الشخص يقول أنه ما بيتهرش وهنا حمرت أذاني أنني مدة ساعة ونص أو ساعتين لا ربع وأنا بين صيح ما بش لحظة سكت فيها وإذا هو ما بيتهرش هذا. فلا ندري هل الأخ الأخير نعمل بقوله أو نعمل بقول الأخ الأول الذي ما ظهر راش ما أشبه مانع يقدم سؤال في بيابه مخصوصا ويدي هذا هنا يوم وحده بصفة استدلائية. أنا ساكون أجوب عليه وحده قبل أن أسكله بصفة استدلائية ولا عاد يخرب اللعبة وعاد يخرب التصويت الأول. لعبكم صوتوا بالسكوت وقلتوا نعم 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 نشتي نخرج من الحج لأن مسألة الحج هذا ما قدر تحجش فيها وتشتو مسألة النكاح وغيره فرجعنا هذا. فهذا نعمل بالأكثر وهذا الأقل إذا قد كان هذا في سويها في ورقة أبارية ويقول الذي أيمكني يطرحها إلي وحده لأجل أدرانه وبعد ما نلاحظه لأجل عاد يخرب لكمش التصويت. فضيلة الشيخ ماذا يجد الخطيب أن ينظر من خطيبته ينظر وشه بعضهم قد ينظر إلى جسمه كله ما قد يلقاش عنده وشه ما قد ترغش لتي وشه لو فعله ما فعله بس عمني الشيلة يو الله قد يشتري صلاة لكن من بعيد يخليها تدخل في مكان وهو يجي من عند هذا العاقد فوق السلة ويبصرها هذا يجي هذا الشيء يبصر زغنها وضعها يلا ما ارضوش عليها لا هذا العدوى يوم ثاني وقد بيك عطبها هم اللي جوا عرضوها فاضي كتوبنا ناس سووا عداله وسووا دياله وعرض بنته ويوم ثاني وقد بيك عطبها. الواقع ببعض الناس خسيسي يتم يرجع بعلم معروف ويقول انا شاورك بنتي انا شو كذا كذا ويوم ثاني وقد بيقول هو اللي جاي عرضها. من لنا التولد رجل شريف الذي ما يرجعش يقاطبها. ترى فضيلة الشخص سؤال خارجي أيام ماشي الخارجي شاش اللي معي عاد إحداث الوسائل الداخلي خلاص. وأشار إليه أن اسكتوا وأشار إليه أن أسكت وهذا خلوهن إلى غضوة ولا وقعوا شيء واحد على التلفون. مرحبا مرحبا. الكتاب السابع كتاب الحج الباب الأول أحكام الحج الفصل الأول وجوب الحج. يجب على كل مكلفين يعني بالمكلف البالغ العاقل أما المجنون وأما الصبي فلا يجب عليهم الحج لأنهم غير مكلفين. فمن حج من الأطفال ثم بلغ فلا بد أن يعيد حجة الإسلام. والمجنون إذا أخذه والده أو ولده أو أخوه وحج به ثم تشافى من الجنان فلا بد أن يحج مرة أخرى مستطيع. أما الفقير الذي لا يستطيع فلا يجب عليه أن يحج. والاستطاعة هو أن يوجد معه ما يكفيه للذهاب والأياب وكراء للمنزل الذي سيجلس فيه وكراء للسيارة أو الباخرة أو الطيارة وحاجته وحاجة عائلته ما
مدة الذهاب والإياب، وأن يكون صحيحا في بدنه، وأن تكون الطريق آمنة. ما هو المستطيع الذي قال القرآن لمن استطاع إليه سبيلا؟ المستطيع هو الذي معه كفايته مدة السيرة ومدة الرجوع، وكفاية عائلته ومن يلزمه أن ينفق عليهم مدة ذهابه ورجوعه، وأن يكون صحيح البدن، وأن يكون أن تكون الطريق آمنة. هذا هو المستطيع. فمن جاءه شهر الحج والقعدة وهو مستطيع معه الكفاية التامة لأولاده مدة الذهاب والإياب، ومعه حاجته ونفقته وأجرة الطائرة أو السيارة أو الباخرة وأجرة المنزل الذي سيأتي له ومعتاد الرصاد، يعني الضريبة الذي يأتيها للدولة أو الذي يأتيها للدولة أو للمطوفين أو غير ذلك، وهو كان صحيح البدن والطريق آمنه فهو مستطيع. ومن أتاه أشهر الحج وهو لا يقدر أن يتحصل على هذه المبالغ فليس بحج، فلا يجب عليه الحج، أو معه كفايته في السيرة والجية ولكنه لا يوجد كفاية لمن يعوله، أمه وبنته وابنه وزوجته، أو قد كان موجودات كلهم ولكنه مريض فليس بمستطاع، أو كان صحيح ووجود كفايته وكفاية أهله وكراهه وكل شيء ولكن الطريق خائفة، لا يسمى مستطيع. وثم قلنا أنه على الفور، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي مدة العمر؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه واجب على التراخي في أي يوم كان، واجب على التراخي في أي سنة كانت وفي أي عام كان،